السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي، مع منحة جديدة تم الإعلان عنها تقريبا قبل 24 ساعة من الآن، المنحة الدولية المشتركة ما بين تركيا بوصلر مع البنك الإسلامي للتنمية. طبعا إلى الآن كثير في صفحات أو في مواقع أو قنوات يوتيوب الحديث المعنعن. شخصيا طبعا في كثير نشروا عن هالموضوع، لكن شخصيا أنا أردت التأكد بشكل شخصي باتصال مع إدارة المنح، وتم الحصول على معلومات إن شاء الله صحيحة 100% من مكانها الرسمي بإذن الله رب العالمين. اليوم حنتعرف إن شاء الله عن كثير أمور عن هاي المنحة، مثل ما راح نشوف الآن بهذا الفيديو. مواعيد التسجيل يا جماعة بالنسبة للمنحة تم الإعلان عنها في الموقع الرسمي، حتبدأ ب 15/3 والانتهاء ب 15/4. طبعا اللينك التقدم منحة هو نفسه لينك تقدم اللي تقدم عليه الطلاب في تركيا بوستر في المنحة الشاملة، حيكون معانا اللينك أسفل الفيديو بالوصف بإذن الله رب العالمين. أما بالنسبة لشروط التسجيل، أن يكون الطالب مسلما، طبعا هذا أول شيء، هذا الشرط ما كان موجود سابقا في الشروط السابقة في الشرط في المنح الشاملة. الأمر الثاني أن يكون حاصل على الشهادة الثانوي للتسجيل على مرحلة البكالوريوس، طبعا أقل معدل مثل المنح الشاملة بده يكون عندك 70% فما فوق. التسجيل على الماجستير والدكتوراه بيكون عندك معدل 75% فما فوق، وليس 70%، 75% فما فوق. أن يكون الطالب طبعاً ما حصل على أي منحة دراسية. بهالنقطة هي أكرر أنا إلى الآن لم أحصل على معلومة هل يؤثر التقدم منحة التقدم لمنحة على هذه المنحة، هل يؤثر على المنحة السابقة قدمت إليها أو لا. هذا الموضوع أنا سأجري فيه اتصال إن شاء الله غداً بإذن الله رب العالمين، وراح يكون بكل التفاصيل معكم بإذن الله بفيديو آخر مع طريقة التسجيل بإذن الله رب العالمين. اثنين، ان يكون عفوا الشرط الاخر سليم من اي امراض مزمنه، واللي بده يدرس باللغه الانجليزيه بده يكون عنده شهاده توفل تثبت اتقانه اللغه الانجليزيه. ميزات المنحه، مثل ميزات المنحه الشامله طبعا قبول جامعي حيتقبلك الجامعه، راتب شهري حيكون يتقاضى الطالب 1800 ليره تركي للطلاب البكالوريوس، 2100 للماستر، و 2600 ليره للدكتوراه. اعفاء من الاقساط الدراسيه، تامين صحي شامل، وسنه تحضيريه للغه التركيه، وتذكره طيران للطلاب المقيمين خارج تركيا مع السكن الجامعي، اي نفس ميزات المنحه الشامله. اما بالنسبه للاوراق المطلوبه، ايضا نفس اوراق المطلوبه للمنحه الشامله اللي انتم قدمتوا عليها سابقا، من بطاقه شخصيه وجواز سفر، صورة شخصية طبعا خلفية بيضاء أو زرقاء، شهادة إعدادية والثانوية اللي متقدمين البكالوريوس، شهادة الثانوية والبكالوريوس اللي متقدمين للماستر، الثانوية والبكالوريوس والماستر للدكتوراه، كل الشهادات السابقة ما عدا الإعدادية للمتقدمين للبحوث. طبعا الدكتوراه لا تتطلب الإعدادية. خطابين توصيان مثل المنحة الشاملة، خطاب النوايا تجهزوه طبعا مع تحضير خطة بحث للماستر والدكتوراه، ممكن تقدموا نفس خطة بحث حتى ما تعزبوا، نفس خطاب التوصية تستغلوه نفسهم في هذه المنحة إن شاء الله. شهادة إتقان طبعا توفل للأشخاص المتقدمين للجامعات التي تدرس باللغة الإنجليزية مع شهادة التفوق الداعمة طبعا من تفوق دراسي من تطوع أو أنشطة أو لغة أو إن وجدت. في امر انا راح نوه له، انا سابقا بمنحه جامعه بلكنت اتصلت بالمنح وحكونا ما بيأثر التقديم اطلاقا. اما بخصوص هذه المنحه فسناخذ ان شاء الله الجواب الشافي الوافي وسنقوم بعرضه عليكم فور الحصول عليه باذن الله العالمين. الامر الاخر الجديد اللي ممكن معظمنا او معظم الصفحات ما بتعرفه او ما نشرته سابقا او ما عنده علم فيه، طبعا اليوم بالاتصال وضحوا لنا انه الجنسيه التي يحق لها التقدم للمنح المنحه الدوليه المشتركه ما بين البنك الاسلامي والتركي بوستر هم مواطنو الدول الاعضاء في البنك الاسلامي اللي هم السعوديه، ليبيا، مصر، قطر، الامارات، تركيا، الاشخاص السوريين المجنسين معهم او الاشخاص الاتراك،
في إمكان التقدم، الكويت وإيران. طبعا هنا الأشخاص السوريين، أنا أخص أخوتنا السوريين المجنسين أو أي شخص مجنس اللي ما حسن يتقدم على المنحة الشاملة بإمكانه يتقدم على هذه المنحة بإذن الله رب العالمين. هذا أمر مهم جدا. مواطنو الأقليات المسلمة في الدول الغير مسلمة، يعني مثلا في ناس عايشين الآن بفرنسا أو بإنجلترا أو بدولة أخرى، في أقليات مسلمة جالية مسلمة ممكن تتقدم، أنت تعطي إقامتك مثلا في بريطانيا تتقدم إلى هذه المنحة. لا يحق لمواطني الدول المسلمة غير الأعضاء للتقدم منها، يعني مثلا خلينا نحكي وليكن المغرب مثلا، المغرب أو الجزائر مثلا. الآن أخوتنا في الجزائر والمغرب كونهم كون الدولة إسلامية وغير عضو في البنك الإسلامي، لا يحق لمواطنيها التقدم إلى هذه المنحة. بخصوص المرتب الشهري أيضا في لغط، وممكن في ناس ما عنده علم فيه، طلبة البكالوريوس المقبولين في هذا المنحة إن شاء الله راح يتقاضوا مرتباتهم وما بيعيدوا منها أي شيء للبنك، إنما طلبة الماستر والدكتوراه يقومون بإرجاع طبعا مع البحوث، يقومون طبعا عدد البكالوريوس يقومون بإرجاع 50% مما تقاضوه من رواتب بعد التخرج إلى البنك. طبعا أكرر كلامي، بالنسبة إلى هل يؤثر التقدم للمنحة، هذه منحة على المنحة السابقة، المنحة التركية الشاملة، المنحة الشاملة أو لا يؤثر، طريقة التسجيل شخصيا أعتقد نفس طريقة التسجيل على المنحة الشاملة السابقة، لأنه نفس الابليكيشن ونفس الرابط، فشخصيا أعتقد أنه نفس طريقة التقديم. إلى الآن لم تفعل المنحة على الموقع، حال تفعيلها سنقوم إن شاء الله بنشر فيديو لطريقة التسجيل إذا كان هناك أي اختلاف. كان معكم أخوكم حازم من أنقرة، طبعا من قناة الجروب المنحة التركي 2021. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في كل مجالات حياتكم. إلى لقاء آخر في أمان الله.